أنا فتاة في 22 من عمري أتابع مواعظكم وأعمل بتوجيهاتكم. تقدم إلي أخ فلجأت إلى الخيرة وكانت غير جيدة، وبعد التحدث إليه عن القلب وجدت أنه من الممكن وافق، والآن تحول خيرة بيني وبين قبوله. سألت بعض الأخوة فأجابوا لا يجوز مخالفة الخير. يعني إذا كانت هذه الأخت تسمع كلماتي وتوجيهاتي، أنا من زمان بقول أنه قصة الزواج وقصة كل حياتنا ما بدنا نخضعها للخيرة. شو خير؟ عندنا عقل. واحد يستخير أول شيء بعقله، يدرس المسألة دراسة 100%، شاف الشيخ راجح يمشي عليه، بعدين ما وصل لنتيجة يستشير الناس اللي أهل الخبرة بالموضوع. مثلا في هذا الشخص نسأل أقاربه، نسأل الناس اللي بيعرفوه كيف أخلاقه، كيف وضعه، كيف حياته، كيف احترامه للمرأة، كيف احترامه للحياة. إذا قالوا لنا الناس خير وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. نحن لما نفكر ما وصلنا النتيجة ونشاور وما نصل النتيجة، لكن وقت 50% هيك و50 نفس على الاستخارة. أما رأسا نجي نقعد إحنا الآن نستخير وبعدين ها يا كباه ويا تعساه، كيف طلعت الخيرة مش مبيحة، كيف كذا. أنا بقول لهالأخت إذا كنت بدراسة ليس فيها شيء من العاطفة ولكن فيها شيء من العقل والمشورة، رأيت أن هذا الإنسان إنسان جيد وأنك يمكن أن تعيشي معه حياة سعيدة، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير. لذلك إحنا نقول تتوكل على الله إذا مقتنعة، وإذا صار بنفسها شيء تصدق، فإن الصدقة تدفع البلاء.